يعني ارتداء ثوب ام كلثوم كان هيكتمل بان انت كنتي هتبقي مشاركه في مسلسل ام كلثوم، مظبوط. بس ما حصلش نصيب. انا عايزاك تحكي لنا الحكايه، انت حكيتها لي قبل كده بس انا عايزاك تحكي للجمهور ان حاضر. انت كنتي المفروض تعملي دور ام كلثوم في المسلسل وهي طفله، مظبوط، صح. ايه اللي حصل؟ ليه ما شفناكيش؟ اللي حصل طبعا المسلسل اخراج العظيمه يعني استاذه انعام محمد علي حبيبتي، بوجه لها الف تحيه عشان بموت فيها. فهي طبعا هي ما شاء الله عليها بتحب التفاصيل قوي، فهي خدت وقت في المسلسل لان هي كانت حابه تعمله بشكل مختلف، لانه طبعا اتعمل فيلم برضو وكده. فهي طولت بس المده، ولما وقع الاختيار عليا كنت لسه صغيره ساعتها، فكبرتي على الدور. فقالت لي لا مش هينفع شيماء، انت ما شاء الله كبرتي، انا عايزه طفله صغننه خالص، انت دلوقتي يعني انا لسه طفله زي ما انا دلوقتي بس برضه يعني. فقلت لها، قالت لي لا ممكن نخلي الصوت طبعا زي ما هو، لكن الاغاني والتواشيح اللي غنيتها طبعا انا اللي عاملاها، لكن اللي جابت بقى البنوته اللي هي سهر الصايغ اللي دلوقتي ما شاء الله بقت ممثله كبيره جدا يعني بموت فيها برضه. بس كنت مشاركه في المسلسل بالصوت يعني طبعا الاغنيه طبعا او الجزء المشهور اللي احنا كلنا حافظينه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صح. الاغنيه دي يعني او الجزء ده الناس كتير حفظته من كتر ما اتقال في المسلسل، التوشيح وصوتك ده بقى جميل علامه بصوت شيماء. يا حبيبتي، ربنا يخليك. الحمد لله. والله انا دي من الحاجات يمكن اللي اتبسطت ليها قوي، انه حصلت مشكله يمكن في التتر ان ما اتكتبش اسمي، فزعلنا جدا وقتها. والدي الحقيقه خد موقف انه اتكتبنا في الجرايد انه لا انا ده حقي، لان ده حقي الادبي يعني. لقيت الناس اصلا اول ما صوتي نزل على في المسلسل لقيتهم بيكلموني، عارفين ان دي انا، لا احنا عارفين ان دي شيماء، فدي اكتر حاجه اسعدتني الحقيقه. الحمد اكتر لله. جزء منه طبعا طبعا طبعا، الالحان العظيم الله يرحمه عمار الشريعي، وكلمات استاذ عبد السلام امين الله يرحمه. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى، اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى، بعد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدا، وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. الله يفتح السلام. بشكرك جدا، بس احنا حابين بقى نقول للجمهور الفترة اللي جاية بتستعد لإيه، بتحضر لإيه، إيه اللي هيسمعوا منك الجمهور الفترة اللي جاية؟ ان شاء الله الفترة الجاية بحضر لحفلات جديدة ان شاء الله، عايزة بقى ابتدي اعملها، واغنية كمان جديدة برضو الحان سامح كريم، وان شاء الله اسمها كتاب مفتوح وتوزيع كنز ان شاء الله، اتمنى تعجب الجمهور بإذن الله.